الشعب المصري والله العظيم هذا شعب عظيم لم يحدث في التاريخ مثل هذه الملايين وليها طلب واحد يا سياده رئيس الجمهوريه حضرتك عملنا معاك حضرتك فاشل فاسد ظالم حضرتك روح حضرتك عملت تمسك بالشرعيه وحضرتك الجوازه الشرعيه دي عرفي انا ما اعرفش دخلت حتى لو جوزها رسمي هتطلعها لكن حجته بالشرعيه اقول تاني حسني مبارك الظالم اللي في السجن دلوقتي نجح بالصندوق ولا صندوق انتخاب ولا صندوق زباله انت عايز تقنعني ان ايمن نور العبيط كسب حسني مبارك انتخابات 2005 انت بتهزر بقى لكن جاب الصندوق ومع ذلك لما الشعب نزل قال له امشي مشي لما الشعب نزل لما حصلت ماتش 67 الملعب وصل عليه يا جماعه انا غلطت انا ماشي انما ده انا ما شفتش الرخامه كده بصراحه وبعدين بقول لك اخوان المسلمين ليه اصدقاء كتير فيهم اللي هم في ميدان النهضه اي بلد الكره والمراكز الموضوع دول طبعا ملوش علاقه بالمواضيع دول ناس فاكرين ان الاخوان هو الاسلام ومرسي هو الاسلام واحد الكفار عايز اقول لهم يا جماعه الراجل الحكومه اللي بتبيع خمره ما تبقاش اسلام الحكومه بتاعت دول شاهين وميه دي اسمها ما اعرفش ميه دياب ها اللي طالعه على حدوبه كلها في التلفزيون ما تبقاش اسلام الناس اللي تقتل تقتل صحفي وانا كنت مختلف عن حسين على فكره بس يتقتل عشان عمل تحقيق صحفي عن اخو مراد محمد مرسي في جنان الفجر وقال عليه انه تم العفو عنه وهو مرتشي تاخد ياخد رصاصه في دماغه الاسلام ما يقتلش الواد عمرو صلاح الطفل بتاع بطاطا